ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بينهم وبينك وبين نسلك من بعدك في أجالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو العهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك ومن بعدك، يختم منكم كل ذكر فتختنون في لحم أرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن 8 أيام يختم منكم كل ذكر في أجيالكم، وميد البيت والمتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك، يختم ختاما وليد بيتك والمتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلب الذي لا يختم في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. وقال الله لإبراهيم: ساراي امرأتك لا تدعوها اسمها ساراي، بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، وأباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك، وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وإما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كثيرة، ولكن عهدي أقيم مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم، فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المتعين بفضة، كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلته في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان إسماعيل ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته، في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه، وكل رجال بيته ولدان البيت والمتاعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه. يمثل الأصحاح 17 حلقة جديدة من حلقات تاريخ الخلاص، يعني الحلقة الأولى خلقة الإنسان، والحلقة الثانية فلك نوح، تجديد الدخول في عهد خلال تجديد الطبيعة وإقامة عهد في الطبيعة. الحلقة الثالثة هي إقامة العهد من جديد، وتكون العلامة مش في الطبيعة، ولكن تكون العلامة في الجسد. وموضوع الختان كان موضوع خطير، لدرجة إن كل مرة لما الشعب يرجع لربنا كان أهم عملين يعملوهم في حياتهم، أو 3 أعمال. العمل الأول، أول حاجة يعملوها، يشوفوا مين من الذكور لم يختن فيتختن، وإلا يبقى فيه نكث للعهد مع ربنا. العمل الثاني تقرأ الشريعة، والعمل الثالث حفظ السبت. 3 دول، 3 دول كانوا حجر الأساس في كل توبة يقدمها الشعب لربنا. أولا يختتن كل ذكر، ثانيا تقرأ الشريعة، ثالثا يحفظ يوم السبت. وأي حاجة من ال3 دول ما تتعملش يبقى فيه نكث بوعد ربنا. وكان اليهود من أجل اعتزازهم بهذا العمل يدعون بأهل الختان، وكانوا يسخرون بالأمم ويدعونهم أهل الغرلة لأنهم غير مختتنين. وموضوع الختان موضوع شغل معلمنا بولس الرسول، لأنه كان يعلم إلى أي مدى كان الشعب يعتز بهذا الختان، ف
فتكلم عن ختان الروح ونقلنا من ختان الجسد لختان الروح. في الختان الكنيسة تقدم لنا الختان الجديد في المعمودية، حيث نخلع الإنسان القديم ونقبل الإنسان الجديد، ولم نعد نهتم بختان الجسد ولكن نقبل ختان الروح. وصار لنا الختان الروحي حتى في الجسد، يعني ختان الفم زي ما بيقول العلامة أوريجانوس، عندما نمتنع عن النميمة ونمسك لساننا ونقمعه يكون لنا الفم المختون. الختان نقطع الحاجة اللي هي ما ليست لله لكي نقبل ما هو لله. وتكلم آباؤنا كثيرا عن ختان الأذن، من له أذنان للسمع فليسمع، اللي له أذان مختتنة يقدر يسمع، اللي ملهوش أذن مختتنة لهم آذان ولكن لا يسمعون. مهم للإنسان أن يكون له ختان الأذن وختان الفم وأيضا ختان القلب. عندما يكون لنا القلب النقي، طوبى لأنقياء القلب بأنهم يعينون الله. وكل الأعضاء على رأي العلامة أوريجانوس لما قال يمكننا القول أن أيدينا وأرجلنا ونظراتنا وحواسنا ولمساتنا تحتاج إلى ختان لكي يكون الإنسان رجل الله كاملا تماما. ينبغي أن تكون جميع أعضائه مختتنة. النفس التي لها الختان الداخلي وختان الجسد أيضا، ليس بحسب الجسد الظاهر لكن يعني التي تتقدس للرب، تكون قد تمتعت بالوعد بتاع ربنا لإبراهيم. يقول يكون علامة عهد بيني وبينكم أن الإنسان يختتن في اليوم الثامن. اتكلمنا عن اليوم الثامن إشارة للحياة السماوية. إذن الختان معناها أن أعضاء جسمنا تحمل طبيعة سماوية. حينما يحمل الإنسان ختانا روحيا يتغير اسمه من أبرام إلى إبراهيم، ويتمتع بزوجة هي سارة. يصير أبا لجمهور كثير، أي يكون له ثمر متكاثر، وتكون له الحكمة أي سارة زوجة له. وسارة أيضا تشير للسرور، أي يكون مملوء فرحا. في الآية 13 يقول إيه؟ يكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. يعني عهد في لحمكم، يعني كل الجسم بيشتغل في وحدة مع العهد مع الوصية. فالإنسان الذي تكون كل حركات جسده ونفسه في الداخل متفقة مع ناموس الرب يكون قد دخل في عهد مع الله في لحمه. يعني مش العهد بالكلام بس، لكن العهد يكون منقوش جوه اللحم بتاعنا. على رأي العلامة أوريجانوس لما قال تعبير لطيف، قال الإنسان الذي يعترف بالمسيح بشفتيه ولكن لا يعترف بالمسيح في ختان لحمه يكون كاليهود الذين يختتنون حسب الجسد ولكن ليس لهم ختان الروح. اللي يعرف يتكلم كويس عن ربنا لكن ربنا مش جوه في قلبه، يبقى زي الرجل اليهودي الذي يختتن في لحمه من الخارج، أما حياته في الداخل فليس لها ختان. إبراهيم معناها أب كبير، وإبراهيم معناها أب لجمهور من الأمم. فحينما ننتقل من أبرام إلى إبراهيم معناها نحمل ثمر متكاثر. وساراي معناها أميرتي، وسارة معناها أميرة. فننتقل من التخصص إلى العام، يعني تصير أميرة للجميع كما أن إبراهيم يكون أبا لجمهور كثير. 12 رئيسا، يعني هيكون له اكتر من بلد، يعني قبائل غير ال 12 طبعا بتوع اسباط اسرائيل. قبل كده كان اداله عهد، لكن هو ارتبط العهد مع الختان. ما هو الختان نفسه ده خاتم للعهد، لكن ما يقدرش يتمتع بالعهد الا بعد ما يختتن، وما يقدرش يولد اسحاق الا بعد ما اتختن ابراهيم. الحاجه اللي كنا نسيتها ان ابراهيم اخذ العهد قبل كده وهو ايه؟ قبل ما يتختن، لكن ما تمتعش باسحاق الا بعد ايه؟ بعد الختان. عشان كده اعتبر بولس الرسول ان ابراهيم ابا للامم كما لليهود.